السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وأتباعه وسلم في الأولين والآخرين وكل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أدمنتينوما أور أميلو بلاستوما. الأدمنتينوما أو الأميلو بلاستوما دي عبارة عن لوكالي مالجنانت تيومر. وطبعا انتوا بقى قدام في الجراحه عارفين يعني ايه لوكالي مالجنانت. لوكالي مالجنانت معناه ان هو بيعمل دايركت سبريد بس، مالوش لا لينفاتيك ولا بلاد سبريد. ايه الانسيدنس بتاع الاميلوبلاستوما او الادمانتينوما او في زمان دول دهين دي؟ غالبا بتحصل اكتر في اللور جو، وعشان كده دايما بنقوله في زمان دول، وبتحصل اكتر في السكس داون. دي داون دي واحدة ست، وبتحصل حكاية ده هي يا جماعة أكتر في الستات ما بين سن 25 ل 45 سنة. إيه أهمية الأدمانتينوما أو الأميلوبلاستوما ده هي؟ دي الكومنست تيومر في المندبول. يا ترى إيه الباثولوجي؟ طلع منين التيومر ده؟ اسم على مسمى، وزي ما أنتوا عارفين ده حلاوة الجراحة بتاعتنا. الاسم بيدل على انها طالعه منين؟ اميلو بلاستوما، يعني طالعه من الاميلو بلاست. وبتهيألي في المحاضره اللي فاتت وفي الفيديو اللي فات خدت ايه هو الاميلو بلاست. كنا قلنا ان السنه وهي بتتكون بحاجه اسمها دنتال فوليكل، والدنتال فوليكل دي فيها خلايا من الخلايا اللي بتكون السنان اسمها اميلو بلاست. وما يطلع بقى التيومر بتاعنا دون هيبقى اسمه أميلو بلاستوما، لأنه طالع من الأميلو بلاست ده هي. التيومر دايما أما بيطلع يا جماعة بيطلع هنا في الأنجل أوف ذا ماندبل، وبعدين بقى يعمل سبريد زي الست دي. لو طلع في الأنجل أوف ذا ماندبل بيعمل سبريد في الجزء اللي بالعرض ده اللي اسمه بادي أوف ذا ماندبل، والجزء اللي طالع فوق من الماندبل ده اللي اسمه ريمس اوف ذا ماندبل. برضه باين الحكايه دي حلوه قوي في الاكس راي، يطلع لك في الانجل اوف ذا ماندبل وينتشر لقدام فورورد في البادي وفيرتيكالي لفوق في الريمس اوف ذا ماندبل. التيومر ده هو لو انا عملت فيه كات سيكشن يطلع شكله ايه؟ يطلع شكله كده، شكله لونه ابيض او بينك، ابيض او بينك حسب الفاسكولاريتي وحسب الفايبراستيشو. فلو مناطق فيها فايبراستيشو كتير جدا 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 هتبقى لونها ابيض، لو حته فيها فاسكولاريتي وهيموريجينيسيس هتلاقي لونها بينك. التيومر ده بيكون ويل ديفايند وكابسوليتد، ده محدد خالص اهو، well-capsulated, well-defined. وتخش fibrous tissue سبتة، تخش فيه fibrous tissue سبتة تقسمه إلى equal small lobules. equal small lobules. عشان كده دايما حبان حلوة قوي في الإكس راي ده باثولوجيكالي أهو ترابيكولي داخلت قسمت التيومر الى ايكوال سمول لوبيولز. تبان ازاي دي بقى في الاشعه؟ قال لك تبان في الاشعه زي خلايا النحل، وده بقى فعلا في الاكس راي اللي بتقال عليه الهاني كومب ابيرانس، متقسم الى نيرلي ايكوال سمول لوبيولز. قال لك دي تبقى شبه خلايا النحل، هاني كومب ابيرانس. نبص نلاقي التيومر دوان في سوليد اريا وفي سيستيك اريا. تحت الميكروسكوب هيبان لك ازاي بقى الاخ دوان؟ تحت الميكروسكوب هتلاقي السيستيك اريا اللي هي مليانه بميوكويد فلويد، ميوكويد ماتيريال مالي السيست، والسيست دي متبطنة يا بكلومنر يا إما بسكويمس إبيسيليان بقى،
والسوليد. السوليد اريا دي كلها فايبرس تيشو، بس مغموس في الفايبرس تيشو دي ابيثيليال سيلز. ابيثيليال سيلز ارينجد في شكل صفوف كده، هو كوردز او في شكل اسيناي او في شكل سيلنس او في شكل كتل كتل من البيزل سيلز. يا ترى ايه الكومبليكيشنز بتاعه الاميلوبلاستوما؟ السويلنج ده يا جماعه وهو بيكبر 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 بيضغط على السنان، فما بيضغط على السنان السنان هتبتدي تبقى مال دايركتد وتلخلع، تبقى لوس ويمكن تقع خالص. التيومر ده من حيث ان هو لوكالي مالجنانت وبيعمل دايركت سبريد بس، فطبعا اشهر دايركت سبريد للي حواليه للمندبل اللي حواليه. نادر قوي ان هو في الحالات يعني اللي بيهمل بقى فيها العيان ان التيومر ده يطلع بره المندبل يبتدي يعمل انفلتريشن للسوفت تيشو، بس دي نادره قوي. المشكله بقى ان التيومر ده ممكن يقلب مالجنانت بدايركت سبريد والليمفاتيك سبريد وبلاد سبريد. يقلب لايه؟ الله يحاسب، ده فيه ابيثيليوم يبقى يطلع منه كارسينوم، وفي كونكتيف تيشو وفايبرس تيشو ممكن يطلع منه ساركوما. مشهور قوي التيومر ده ان هو غدار وبيحصل له ريكارنس بعد الجراحه. ليه؟ لان التيومر ده كتير قوي واحنا بنعمل له ديسكشن ممكن بعض الخلايا تبقى امبلانتد في الفيلد. الخلايا المالينا دي لو بقت امبلانتد في الفيلد ريكارنس بعد العمليه. في النوادر التيومر ده بقى ما بيكبر قوي يا جماعه ممكن يعمل ستريتش للجلد اللي فوقيه السوبرفيشال ليه والميوكس ميمبرين اللي ديب ليه، ويحصل ألسريشن وانفكشن وفي الاخر التيومر ده المفروض الكونسيستنس بتاعته ايه؟ هارد انكونسيستنس، عضل. بس التيومر ده ما بيكبر شايفين العظم ده بقى عامل ازاي يا جماعه؟ العظم اللي هو المندبل تحول الى very thin layer of cortical bone. والvery thin layer of cortical bone دي كنت قلت لكم في المحاضره اللي فاتت تديك احساس ايه؟ ضعفت اول عظمه وبقت عامله زي الايج شيل كراكلينج سنسيشن. ايه رايك بقى في العظمه دي اللي بقت very thin وكورتيكال وعامله زي قشره البيضه؟ لو انت اكلت عليها او قطمت عليها حاجه ناشفه تبص تلاقي المندبل ده تك حصل فيه باثولوجيكال فراكشر. يا ترى ايه كلينيكال بيكتشر اوف ادامانتينوما؟ طبعا كاركترستيك انسيدنس اوعى تنساه اكتر في الستات 25 ل 45 سنه في اللور جو في المندبل، بتبان بقى كسويلنج طبعا يعني باين لك زي الست ده هي كده هو كسويلنج، والسويلنج ده في المكان الكاركترستيك في الانجل، والست اهملته فابتدى يعمل سبريد لقدام في البادي وفوق في الرينز، والسويلنج ده وان بينلس نوت تندر سلولي جروينج ويل ديفايند. ايه رايك في السيرفيس بتاعه؟ حتى باين والله ان هو اتفقنا ان هو متقسم الى ايكوال سمول لوبيولز، فالسيرفيس بتاعه لوبيوليتد. الكونسيستنس بتاعته زي ما اتفقنا بتكون هارد زي اي بوني سويلنج، بس في الادفانسد كيس زي ما بيكبر قوي بيبقى فيه الايج شيل كراكلينج سنسيشن والعظم بيطقطق تحت ايديك. الحاجه المميزه برضو قوي هنا هو يا جماعه ان التيومر ده تشوفه كده هو كبير من بره، تقول الست افتحي بقك بقى عشان تبص على السويلنج ده من جوه، تبص على المانديبولار سويلنج من جوه الاورال كافيتي، تلاقيه قليل قوي وضعيف جدا. مشهور هنا قوي ان السويلنج ده بيتمدد لبره اكتر من جوه الاورال كافيتي. ليه؟ لان هنا يا جماعه السويلنج ده يقول لك انا ايه اللي يخليني اعمل انلارجمنت في الزنقه اللي جوه الاورال كافيتي؟ طب انا عندي بره اهو الدنيا واسعه وحلوه ومريحه، ويكبر التيومر ده لبره. التيومر ده بص على السنان معاه
هتلاقي زي ما اتفقنا ميل خلاعه ميل دايركتد ويمكن كمان وقعت. الليمف نودز طبعا ده لوكالي مالجنانت ملوش في الليمف نودز، بس ممكن تلاقي الليمف نود كبير. امتى؟ لو التيومر ده حصل له ألسريشن وسكندري انفكشن، ساعتها البكتيريا هتمشي في الليمف فيسلز على الليمف نودز وتعمل لك ليمفادينايتس. او لا قدر الله بقى زودها دي عندك، ممكن يكون حصل كارسينوما تشينجز، قلب لفرانكلي كارسينوما. اتفقنا ده ممكن يقلب لكارسينوما او ساركوما. تحب تعملوا انفستيجيشنز ايه للست ده هنا؟ طبعا بلين اكس راي مميزه جدا جدا جدا، السويلنج اللي متقسم هاني كوم والسين كورتيكال بون وفي الانجل والامتداد بتاعه في الريمس وفي الريمس على فوق والبادي قدام، ونفس الحكايه الهاني كوم بامتداد لفوق والقدام ريمس وبادي، فده سجستيف جدا جدا للادمانتينوما. طبعا بيوبسي ذا شور دياجنوز، ومش هنقدر نستغنى عن السي تي سكان عشان اعرف اللوكال اكستنشن اوف ذا تيومر، هل يا ترى عمل انفلتريشن لاي سوفت تيشو حواليه ولا لا. العيان ده ايه الديفرنشال دياجنوز بتاعه؟ في ديفرنشال دياجنوز بتاعه مهم جدا، الادمانتينوما او الاميلوبلاستوما دي لوكالي مالجنانت تيومر، يا محاسن الصدف ما احنا خدنا زمان في الاورثوبيديك مشهور قوي لوكالي مالجنانت تيومر ممكن يحصل في حتت كتير في الجسم، اشهر مكان ليه كان اراوند ني، بس كمان ممكن يظهر في الماندبل. لوكالي مالجنانت تيومر اسمه اوستيوكلاستوما اللي هو الجاينت سيل تيومر. الحكايه دي بقى يا جماعه تفرق ازاي الادمانتينوما من الاوستيوكلاستوما؟ انا حاطط لكم رسمتين حلوين قوي للاثنين قدام بعض. اول حاجه الادمانتينوما اتفقنا دي الكومانست سواء تيومر في الماندبل واكتر في الستات. لا الاوستيوكلاستوما نادره الصراحه في الماندبل، هي اكتر حوالين المي وفي الابر ليم في الاكستريميتيز بتاعها، ونادر في الماندبل وبتحصل رجالة زي ستات. المكان بتاعها والبداية بتاعتها كاركترستيك او الاوستيوكلاستوما، والاوستيوكلاستوما يا جماعة هنا بتيجي في النص في السيمسيز منتاي اللي هو الميدل لاين اوف ذا ماندبل، وما تمتد تمتد في البادي. وعلى فكرة ما بتمتد تمتد تمتد غالبا بتيجي عند الانجل وتروح واقفة، نادر قوي انها تاخد الريمس، عكس طبعا الكاركترستيك سايت بتاع الادمانتينوما اللي تظهر في الانجل وتنتشر لفوق والقدام في الريمس وفي البطن. نبص نلاقي اللون بتاعها في الباثولوجي مميز. اتفقنا الادمانتينوما حسب الفاسكولاريتي والفايبرس تيشو يا بينكش يا وايت، بينما لو تفتكروا زمان في الاوستيوكلاستوما احنا بناخد الاوستيوبيديك كان لونها بني، حتى كان اشهر لون ليه حاجه اسمها براونيش مارون ان كلر، لون البني الماروني. نبص نلاقي اللوبيوليشن، اللوبيوليشن هنا يا جماعه فاينلي لوبيوليتد، لوبيوليتد كده على صغير، بينما دي كورسلي لوبيوليتد كبيره اللوبيولز بتاعتها. نبص نلاقي الاكسبنشن اوف ذا تيومر، الاوستيوكلاستوما بتعمل اكسبنشن من ناحيتين، من بره زي جوه، على السطح تلاقي سويلنج وتخش من جوه تلاقي نفس السويلنج تقريبا حجمه عامل لك بلج جوه الاورال كافيتي. بينما زي ما اتفقنا هنا الادمانتينوما الاكستنشن والاكسبنشن بتاعها بيكون مور على الاوتر سيرفيس. طبعا اكس راي دياجنوستيك اتفقنا هنا في الهاني يكون بابيرنس، بينما هنا بقى هتبص تلاقي متقسمه لوبيولز كبيره. اللوبيولز الكبيره دي لو تفتكر في الاوستيوكلاستوما كنا بنقول عليها ايه؟ مبقليله كده هو شبه بقليل الصابون السوب بابل ابيرنس. يا ترى العيان ده علاجه ايه بقى يا جماعه؟ ده ملوش حل غير حل واحد بس، يعني دايما زمان كان نقول مثلا راديو سيرابي وسيرجري بتاع التيومر، ده ملوش غير حل واحد لانه راديو ريزيستنت،
ملوش في الراديو سيرابي، فما فيش حل غير جراحه اخش اشيل. والله بقى حسب التيومر صغير ولا كبير. لو التيومر صغير، التيومر صغير في مشكله، هنا في كنال موجوده في المانديبول اسمها المانديبولار كنال، بتكون ما بين خرمين، خرم في المانديبول يبقى اسمه مانديبولار فورامين، وخرم في المنطقه بتاعه دقنك عشان كده هو اسمه منتال فورامين، والخرمين دول ما بينهم في كنال اسمها المانديبولار كنال او الانفيرور الفولار كنال عشان ماشي فيها الانفيرور الفولار نيرف. ما دام في ادمانتينوما اكيد الخلايا المالجنانت جوه الكنال، فانت اقل حته هتشيلها ان انت تشيل منطقه المانديبولار كنال. تشيل منين لمنين؟ من المانديبولار فورامين اللي على الريما سينون لحد المنتال فورامين، دي اقل حاجه لازم تشيلها عشان تشيل التيومر والسيفتي مارجن ده لو كان صغير. لو كان كبير للاسف هشيل نص المانديبول تمام، هيمي مانديبيولكتومي. وحد بقى متصور لو شلت نص المانديبول اللي عنده هيبقى على ايه؟ يعني هيبقى على الهواء ولا هياكل ازاي؟ مش انت المفروض لما بتاكل بتقفل سنان تحت قدام سنان فوق وتطحن الاكل وتعرف تاكل؟ وشكلك مش لازم الاول عشان شكلي يبقى عندي وش كده وحلو يكون عندي هنا في عظمه كده سكيلتون، لازم يكون في عندي حاجه عامله سبورت هنا اهو. فانت عشان تركب السنان لازم محتاجين حاجه اسمها مانديبولار ريكونستراكشن عشان يبقى شكل بني ادمين عاديين، واركب عليهم السنان اللي هاكل بيها ويبقى كوزموتيكالي شكلي حلو وامور. طب نعمل بقى المانديبولار ريكونستراكشن ده ازاي؟ انا هذكر الحته دي عشان بتسأل كتير. لو في عندك جار ادمانتينوما اوستيوكلاستوما في المانديبول حاجه زي كده هون، في الجارات ممكن جدا الاكزامر يقول لك العلاج، هتقول له سمول تيومر هنعمل مانديبولكتومي نشيل الكنال من هنا لهنا، ولو اكبر من كده بقى هنشيل الهيمي مانديبولكتومي. يقول لك طب بعديها بقى العيان ده هتسيبه كده ملط ولا هتعمل له ايه؟ قال له لا، انت لازم بعد ما نعمل اي مانديبليكتوم لازم نعمل مانديبولار ريكونستراكشن عشان زي ما اتفقنا السنان اللي فوق تقدر تقفل مع السنان اللي تحت، واعرف اركب سنان تحت وشكل العيان كوزموتيكال يبقى امور. اكتر حاجه دايما المقبوله واللي احنا دايما بيعملوها الدكاتره بتوع جراحه الفك والحاجات دي، ان هم بياخدوا جرافت من العيان، وزي ما انتوا عارفين لما اخد جرافت من العيان دي اسمها اوتوجينس جرافت. الجرافت ده هو بقى هاخده بالبلاد سبلاي بتاعه ولا هاخده من غير بلاد سبلاي؟ في العادي ان احنا بناخد جرافت من الفيبيولا او الريب نمره 5 من غير البلاد سبلاي بتاعه، هو هتحط الجرافت هنا وهياخد بلاد سبلاي باي ديفيوجن من اللي حواليه والبلاد سبلاي اللي حواليه والتيشو اللي حواليه من غير اي مشاكل. فالعادي ان احنا بناخد نون فاسكولارايزد جرافت من الفيبيولا او من الفيفس ريب. في تكنيك بقى صعب، طبعا احنا بناخد ايه النون فاسكولارايزد جرافت ده عشان ده التكنيك السهل والعمليه تبقى صغيره وكده. في بقى ممكن واحد بقى يعني متمكن بقى وبتاع وحاجات زي كده وهيركب بقى الصعب، يجيب الجرافت بالبلاد فيسل اللي داخل يغذي العظم ده. طبعا ده انا عشان اشوفه محتاج تكبير جامد جدا تحت الميكروسكوب الجراحي. الاصعب منها ان انا هاخد الجرافت بالبلاد سبلاي اللي انا شلته واعمل له انستموزس مع البلاد فيسلز اللي هنا هون، زي مثلا انستموز مع الفيشيال بلاد فيسلز، ودي طبعا تطول العملية تخلي التكنيك كبير قوي وصعب جدا الصراحة. فالعادي الاوتوجينس جرافت بيكون نون فاسكولارايزد من الفيبيولا او من الفيفس ريب. طب احنا بقى هنعمل ايه؟ انا بفصل
بفصل الجراف ده هو كده هو وانا بشيله حتت 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 عشان احطها كده هو، عشان لما احطهم جنب بعض هنا هو ياخدوا منظر السبورت اللي انا عايزه والمندبل اللي انا عايزه. ده طبعا فيس تو فيس من قدام، او لو انا بقى ايه ببص انفيرو فيو حطيت القطع العظم اللي انا شلتها دي انا اهي جنب بعض. طب القطع العظم دي بقى مش لازم اثبتها يا جماعه؟ طبعا اكيد هتثبت. ثبتها بايه؟ بمانديبولار بليت اند سكرو. ده البليت والسكرو المشهوره اللي احنا هنعملها. العينين دول ممكن جدا جدا يفشل، تكون عملت حكايه النانفاسكولارايزد جرافت وحطيت المانديبولار بليت والسكرو كل حاجه فشلت والعظم مات. الصرفه ايه؟ يبقى الصرفه مفيش بقى غير ان احنا نجيب لك جزء معدني هنا هو ده جزء كده هو بروسيسز لنص المانديبول، ولو كان التيومر تشعب جدا 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 ساعات بضطر اشيل المانديبول كله توتال مانديبيولكتومي، وده البروسيسز بقى بتاعت التوتال مانديبيولكتومي، وبيتركب بقى عليها السنان وبتتزرع عليها السنان بعد كده هو. ويبقى دي المسج اوف مانديبولار ريكونستراكشن، والموضوع بتاعنا اللي هو الاميلوبلاستوما او الادامانتينوما. ثانك يو فور جود لسننج اند جود لك.